الخطر الأكبر في هذه الانتخابات يحدق برئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود. استطلاعات الرأي تظهر تضعضع شعبيته وبداية سؤم الإسرائيليين من وجه عرفوه لثلاث ولايات. أراد نتنياهو خلال حملته الشرسة أن يصور نفسه على أنه حامي حمى إسرائيل في وجه حماس وإيران والمخاطر الجهادية، لكن ومن داخل الليكود بدأ الحديث عن إمكانية إخفاق الحزب في الوصول إلى عتبة 20 مقعدا من أصل 120. وضع متأزم دفع بنتنياهو إلى التشدد أكثر في الملف الفلسطيني لاستمالة أصوات اليمينيين المتطرفين. أولئك الذين يرغبون في إقامة دولة فلسطينية والانسحاب من الأراضي يجعلوننا عرضة لهجمات من الإسلام المتطرف ضد دولة إسرائيل. غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بدا غير قادر على تقديم أي جديد في الملفات الاجتماعية والمعيشية للإسرائيليين، نقطة ضعف استغلها بوضوح الاسم البارز الآخر في هذه الانتخابات، إسحاق هيرتزوغ. قائمة الاتحاد الصهيوني التي شكلها العمالي هيرتزوغ مع الوسطية تسيبي ليفني قد تفوز بالمركز الأول من حيث المقاعد بحوالي 25 مقعدا حسب استطلاعات الرأي. التنافس في هذه الانتخابات هو بين التغيير والأمل أو اليأس وخيبة الأمل. أن يتمكن هيرتزوغ من الحكم قد يحيي أملا ضئيلا في تحريك مفاوضات السلام مع الفلسطينيين، لكن قبل الوصول إلى ذلك الطريق قد تبدو وعرة. فعملية التصويت اليوم ليست إلا المرحلة الأولى من مسار قد يأخذ أسابيع لمعرفة من سيحكم إسرائيل في السنوات الأربع المقبلة. التشرذم في المشهد السياسي الإسرائيلي يعقد مسألة التحالفات لتشكيل حكومة جديدة. تآكل قوة قطبي السياسة الإسرائيلية الرئيسيين العمال والليكود جعل الأحزاب الأخرى تلعب دور الحكم في سياسات إسرائيل في السنوات الأخيرة. القوة الجديدة في استحقاق اليوم هي القائمة الموحدة للأحزاب العربية. لأول مرة في تاريخ إسرائيل تتوحد هذه الأحزاب وتتخطى اختلافاتها. السبب استحداث عتبة 3.25% من الأصوات التي من دونها يستحيل الدخول إلى الكنيست. المثير للانتباه هو أن الأحزاب العربية ركزت هذه المرة على قضايا المساواة بين المواطنين داخل إسرائيل أكثر من تناولها لقضايا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. زعيم القائمة أيمن عودة يتفادى الحديث عن تحالفات حكومية مع يسار الوسط، لكنه قد يدعم أي حكومة تسد الطريق أمام اليمين المتطرف ونتنياهو. نتنياهو الذي قد يرى أصوات مؤيديه السابقين تذهب إلى أحزاب أخرى من جهتين، على يمينه إلى حزب البيت اليهودي القومي المتشدد بزعامة نفتالي بنت، وعلى يساره إلى حزب كلنا الذي أسسه موشي كحلون الوزير السابق من حزب الليكود ذو الشعبية المتصاعدة والذي كان أخرجه نتنياهو من الحزب.